صبحكم او مساكم الله بالخير والنور والسرور. اليوم باذن الله وصفتنا برعايه دجاج انتاج، وراح تكون الوصفه هي دجاج مشوي بصوص البيري بيري. صوص البيري بيري يشبه صوص ناندوز، اذا تعرفون ناندوز مطاعم ناندوز، بس بيكون صوصنا باذن الله ألذ. طبعا يتسم بالحراره والحموضه. تقدرين تخففين انت من حرارته. انا استخدمت فلفل احمر بس ما استخدمته حار مره، حراره وسط، وشلت الفلفل الحار علشان العيال. خليني أكلمكم أول شيء عن دجاج إنتاج. دجاج إنتاج يا بنات لليوم راح أستخدمه دجاج كامل، وفيه عندكم دجاج كامل أو دجاج قطع أو مفروم أو شاورما. كل هذه الأشياء تجيكي محكمة الإغلاق، في علب محكمة الإغلاق، وكلها طبعا دجاج صحي جدا، مربى صحيا يعني. والدجاج يجيكي أبيض، أنا مو أول مرة أتكلم عنه أو أقول لكم عنه أو أنصح فيه حتى من قبل ما يكون إعلان. يجيكي أبيض والعظم أبيض، وهذا الشيء من المميزات اللي تخليه مرة كويس، وإني أنصح إنكم تستخدمونه، وما في زفر نهائيا. منوع جدا جدا، يعني بتلاقين أفخاذ، بتلاقين أجنحة، بتلاقين قوانص وكبدة وغيره، بتلاقين دجاج كامل، دجاج قطع، منوع، بتلاقين المفروم، بتلاقين الشاورما زي ما قلت لكم. فهو مناسب جدا خاصة الآن داخل على شهر الفضيل وكل يدور الزين. طيب يلا نشوف مقادير وصفتنا. وصفتنا يا بنات مرة سهلة، تقدرين تسوينها بطريقتين. الطريقة اللي راح أسويها معاكم اليوم إني راح أشوي المكونات، لما تشوينها بتعطيكي نكهة جدا شهية. المكونات إيش هي؟ بصل وثوم وفلفل أحمر بارد وفلفل أحمر حار، وفيه نوع الفلفل الأحمر التشيري أفريقي ما هو موجود صراحة عندنا فأنا استغنيت عنه. والفلفل الأحمر الحار تقدرون تحطونه، بس أنا قلت لكم ما بيكون مرة حار. وبالنسبة للمكونات البهارات، صوص بهار البابريكا المدخن، اللي ما عندها مدخن تحط بابريكا عادي، أوريغانو، وممكن تضيفين الريحان، راح أضيف شوية ريحان وملح. وأنا استخدمت بهار الفروج المشوي حقي، تقدرين تستغنين عنه وتكتفين بالأشياء الباقية، وليمون. في البعض يضيف بشر الليمون. في ناس تشوي المكونات وناس لا ما تشويها، تحطها على طول في الفود بروسيسر. ألذ، سوي طريقتي اشويها. الآن راح نغسل الدجاجة وننشفها، نغسلها تغسيل سريع وننشفها، وراح نشوف كيف تقدرين تخلينها كاملة يعني، بس تفتحينها وتقدرين تقطعينها، هذا شيء راجع لك. بالنسبة للمكونات راح نقطعها وبشويها شوي خفيف، وبعدين بحطها في الفود بروسيسر. هنا بنات في القلاية الهوائية، طبعا براحتك تقدرين تحطين بالفرن، بنحط كل شيء، وبخلي تقريبا شويات يعني، مش ضروري تسود مرة، بس تاخذ لها نكهة الشوي أحلى. تقدرين تسوينها على المقلة، تقدرين تسوي طبعا هذا الفلفل الحار وهذا البارد، وهنا البصل. ونقفل عليه ونشوي. ما شاء الله تبارك الله، تقريبا اخذ له حول التسع دقائق بالضبط، طبعا مسخن قبل دقيقتين. شوفوا هذا النتيجه اللي حصلت عليها، راح تشوفونها. تبينه ازيد براحتك، انا هذا اللي ابي، وريحته ما شاء الله تبارك الله شقت المكان، شق شهي 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 بشكل. يلا نسوي الصوص. ما شاء الله تبارك الله صارت كل مكوناتي جاهزه. هذه الدجاجه غسلتها ونظفتها وسويت خليت، تبون تقطعونها براحتكم، انا فتحتها بس من النص وسويت فيها شقوق زي ما انتم شايفين هنا سلايس علشان التتبيله تدخل فيها. جدا جدا نظيف، حاولت اشوف اذا فيه ريش او شيء، ما لقيت. طبعا عاده تلاقينه اذا لقيتي بظهر السكين من ورا، بس تسحتين على كذا على فوق يعني ويروح. ما لقيت ابدا 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 ما لقيت. لو لقيتي سوي اللي قلت لك. طيب الحين بنجهز الصوص. في محضرة الطعام راح نحط الصوص الخضار اللي شويناها مع الكزبرة والليمون وكل شيء كل شيء كل شيء. شوفوا ريحتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تاخذ العقل، متاكده بتطلع احلى من ناندوز. زي ما قلت لكم انا ما كثرت سبايسي، ما ياكلون عندي صراحه، ما يرغبون في السبايسي كثير. وراح اضيف الكزبره بس هذه تكفي، وراح اضيف الليمون عشان يساعد بعد في عملية الخلط. البهارات بضيفها بعدين.
حطيته في الفود بروسيسر وراح نشغلها ونطحن الخليط. ما شاء الله تبارك الله ريحته تشهي تشهي تشهي. راح اضيف عليه بهاراتي والملح وكل شيء وبخلطه كذا خلط بسيط. اذا عندكم ريحان حطوا، ما عندي ريحان. فالان راح نقفلها ونخلط. قفلي. الان راح نخلط. هنا عندي الدجاجة حقتنا وهذا التتبيلة اللي تاخذ العقل. تقدرون تفرزنونها بنات التتبيلة، وتقدرون تخلون منها شوي تطبخونها وبعدين تخلونها تقدمونها كصوص جانبي. راح نحطها وندعكها مرة مضبوط من كل جهة ونتبلها يعني ساعة، كل ما طولت كل ما كان أحسن. طبعا تقدرين تضيفين الخل إذا أنت حابة. خلوني أتبلها وأسوي لها المساج وأرجع لكم. أمسجها عدل، لازم أدلع دجاجتي. انا تبلتها عدل، خذي وقتك وانت تمسجين وتهمزين همزي يعني دلعي اكثر من ابوكم. المهم الان راح نغطيه ونخليه زي ما قلت لكم يتبل، يعني ياخذ نكهة التتبيل ساعة ساعتين ثلاث اكثر براحتك. بعدين راح نرجع له ونشوي. تقدرين تشوينه على الفحم، تقدرين تشوينه بالفرن. انا اليوم بشوي بالفرن بس على الفحم بيكون ألذ وألذ. يا بنات ما شاء الله تبارك الله تقريبا اخذت ساعتين واكثر شوي في التتبيله. ريحتها يوم فتحتها تشهي تشهي تشهي. راح نحطها الان هنا وببخها بخاخ الزيت، بس خليني اغسل يدي وارجع. ببخها بخاخ الزيت على اساس لما تتحمر. طبعا راح ندخلها وهي مش مكشوفه زين، وهي عفوا هي مكشوفه مش ما راح اغطيها. بحط الروزماري، اخذت روزماري انا من زرعاتي موجود عندي، فراح احط شوي روزماري يعطيه نكهه. عموما الروزماري ينكه يعني عطري، هذا اختياري، اللي ودها تحط تحط، اللي ما ودها مش مو ضروري. وندخلها الفرن على حراره جدا جدا عاليه ويكون الفرن مسبق التسخين. حطيتها تقريبا على حراره 225. الان راح تدخل الفرن زي ما قلت لكم على حراره عاليه، فرن مسبق التسخين. قلب الحبة تشهي تشهي.